عليها علما وبسط له من فائد من أجل ما جرت به بأبجاره الإسلام وأرسل إليه مشرف الكي وانجلى به رحمة تلقت إرادة الأزل يتبع الجهاد العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في أوائل الشهادات والقيوم وما جلل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز عن حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت هيكل محمود فتأثرت بوجود أكناف الوجود وترست برج العوالم بتراج التكريم الله صل وسلم اللهم صل وسلم